واعذرونا على التوقيت الزمني فتهانينا والناموس لسمو الشيخ لسمو الشيخ راشد بن حمدان ولد المكتوم والتهنئه لمسري بن سالم بالعرطي الحميري. التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام والتحيه متجدده بحضراتكم من جديد حيث يسير على بركه الله وتوفيق ثاني الاشواط وهو يعتبر الشوط الرئيسي للابكار المحليات الاول للابكار المهجنات الاصايل. نعم نسير نحو المقدمه والبدايه والمركز الاول وهنا خيره لعبد الله بن حميد بن حارب المهيري تتقدم على الصداره وعلى المركز الاول بينما نقلتنا على المركز الثاني وفي المركز الثاني هذه المها حمد بن سيف بن معضد بن سيف المشغوني مع ثاني المراكز بينما نتابع المركز الثالث وفي المركز الثالث الان هذه الكايده حمد بن خليفه بن شاهين المرر تاتي مع المركز الثالث بينما نتابع المركز الرابع وفي المركز الرابع هذه ريمه لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ياتي مسري بن سالم بالعرطي الحميري في عمليه تضميرها وتدريبها اما في خامس المراكز هذه غريبه بشعر احمد بن سعيد بن سالم الينيبي ياتينا الان مع المركز الخامس بينما نتابع المركز السادس وفي المركز السادس هذه الان اللي هي تكريم سعيد بن سليم بن حربي العامري متواجده على سادس المراكز اما في المركز السابع في المركز السابع هذه غداره حمد بن احمد بن مطر بن مايد الخيالي وثامن المراكز من الجانب الاخر هذا شعار بن هواش يقدم لنا الان دلال سيف بن مبارك بن هواش الخيالي ياتي على المركز الثامن والتاسع المراكز في المركز التاسع هذه الذيبه احمد بن محمد بن روي الخيالي وعاشر المراكز في المركز العاشر الان اللي وصلت اسياد سعيد بن حميد العويسي يقدم لنا اسياد على عاشر التحديات هذه هي النتيجه والنداء للعشر المراكز الاولى او فينا لمسابقكم هذه الاسماء وهذه الشعارات التي انطلقت في اول تحديات الابكار المهجنات الاصايل كما شوط المحليات ذهب مع الواريه من خلال هذه المنافسات الصباحيه عوده الى البدايه عوده الى المقدمه الى المها اللي على الصداره المها على المركز الاول ياتي حمد بن سيف بن معضد المشغوني يتصدر الجميع في صداره هذا الشوط وفي البدايه وفي المركز الاول بينما ناخذ اللي على المركز الثاني في المركز الثاني هذه ايضا خيره لعبد الله بن حميد بن حارب المهيري يقدم لنا خيره الان اللي تحتل المركز الوصافه بينما ناخذ اللي على المركز الثالث وفي المركز الثالث هذه غريبه مع احمد بن سعيد بن سالم الينيبي بينما نتابع المركز الرابع وفي المركز الرابع الان هذه ريمه بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ياتي في عمليه تضميرها وتدريبها مسري بن سالم بالعرطي بسم الله
بينما نتابع المركز الخامس والآن اللي واصله في المركز الخامس هذه الكايدة حمد بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر متواجدة على خامس المراكز في هذه الاندفاع. هذه مراكزنا، هذه تحدياتنا الأولى. بدينا مع الالتفاف الاخير مع المنحنى الاخير اتجاهنا الى الفوز الى المنافسه هناك مع الكيلو الاخير اللي بدينا نقترب منه، وهذه المهام سيطره على زمام الامور، مسيطره على المقدمه على المركز الاول في هذه اللحظات لحمد بن سيف بن معضد المشغوني، مسيطر على المقدمه الاولى على البدايه. بينما في المركز الثاني وفي المركز الثاني هذه غريبة أحمد بن سعيد بن سالم الينيبي المركز الثالث، أشوفنا الوصول مع المركز الثالث الآن. هذه هي خيرة عبد الله بن حميد بن حارب المهيري متواجدة مع المركز الثالث ورابع المراكز. هذه هي الآن تقدمت ريم بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان راشد المكتوم مسري بن سالم بن عرطي الحميري، وخامس التحديات وصل هنا أيضا الآن. أيضا متابعين الأعزاء وصلت غدارة أحمد بن محمد، أيضا غدارة قادمة لحمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي الكيل الأخير. جولة الأوامر النهائية بدأت هنا التعليمات، ولكن غريبة ما شاء الله يا غريبة، انطلقت غريبة على المقدمة مع زعيم المغمرين روح الله وياك مع هذه الانطلاقه. بدا هنا ير الشوط من خلالي انطلاقه غريب احمد بن سعيد بن سالم الينيبي. بينما وصلت ريمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان رايد المكتوم المركز الثالث، هذه خير عبد الله بن حميد بن حارب المهيري. الله طار الاذاع المهجرات الثلاث اللي بهنزان اللقى يوم وصلن عند كيلو الامتحان، ولعت ما بينها النار اللضا. غيرت ريمة على الصدارة الاولى لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. ما شاء الله النقطة الثانية، ولكن هناك خير وريمة وخير المها قادمة مع المشغوري، ولكن ريمة انطلقت. سلام تهانينا والناموس مشاهدين الاعزاء لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم، وتهنيه لمسري بن سالم العرض الحميري المركز الثاني، المهالي حمد بن سيف المشغوني المركز الثالث، المركز الثالث غريبه لاحمد بن سعيد بن سالم الينيبي، المركز الرابع وصلت خيره عبد الله بن حميد بن حارب المهيري، المركز الخامس الاخير لاعضاء لجنه خط النهاية. هذه هي نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز الأولى. نعود إلى أيضا بالتهنئة والناموس لسمو الشيخ راشد بن حمدان.